ولكل محبي الكينج محمد منير بنطمنكم، حيث عاد الفنان محمد منير إلى مصر بعد أن تعافى عقب رحلة علاج بألمانيا استمرت أسابيع واستلزمت إجراء عملية جراحية، وهذا بعدما انتهى من كافة جلسات العلاج الطبيعي بألمانيا. كان منير قد تعرض لإصابة شديدة إثر سقوطه من فوق السلم، كما حرص منير على النزول إلى صالة المطار العامة للقاء جمهوره وإلقاء التحية عليهم ومصافحتهم.